تأخر. يا سلام الله عليكم يا حبايب، جيت من جزاني اهديكم عصايب ارض. يقول يا سلام الله عليكم يا حبايب، يا حبايب جيت من جزان اهديكم عصايب ارضنا، ارض مقريشي. ام قريشي مسكر الله ان شاء الله بروح بعدين. يقول مقريجي، مقريجي اوكي ماش قريشي ومسكب. لا لا بسألك سؤال منطقي، وين واجهتك بعد البرنامج طوال، يعني بعد ما تخلص، يعني الأماكن اللي تفكر تزورها، يعني كذا ديرة أحد من الشباب وين تفكر تروح أول شيء؟ والله شوف إحنا يعني يعني داخلين على الشتاء، عرفت، داخلين على البرد. الجنوب يعني الجنوب والله ان السنة دي صراحة ما مليت يمه، مع انه كان خاطري فيه كثير. يا اخي حسست انت تقول لي السنة دي ما راح تجي، يعني تعال الوضع ايزي ترى، يعني معك وقت انت راح تكون. لا لا انا اتكلم لك، شوف زي جيزان يمكن تلقى يعني جوها كويس او جوها افضل، صح؟ جيزان في البرد افضل. انت تعال اي وقت وشوف، شوف كيف راح تحبها، سواء كان جوها افضل. انا حابه من طيبتها لو حابه من كرمها. الله يخليك ويرفع قدرك. طبيعتها، لكن اتكلم لك من ناحية الطبيعة، لو جينا من ناحية الطبيعة جيزان او من ناحيه الجو، جيزان في وقت الشتاء افضل، صح؟ كل وقت افضل انا اشوفه، يعني كذلك سكان. بس في الصيف يعني يكون في رطوبه، يكون فيها حر. في الصيف هي بالعكس، هي حتى بالطبيعه تكون. بس الصيف تستمتع برضو، يعني تحصل عندك فعاليات، تحصل لا تكمل لك، تحصل اشياء زراعيه، منتجات زراعيه. حلو 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 حلو. تحصل يعني يا اخي عندكم موز، صح؟ عندنا موز، مانجو، كله يعني ما شاء الله. اللي الذرة ايضا، الحب الخضير وغيره، كله موجود عندك. كله موجود، منتجات زراعيه على عدد. ايش سموا سله خضار المملكه؟ والله سميها. اي والله سله خضار المملكه. يا الله والله فواكه اشكال وانواع، خضروات. الموز سبحان الله بيئه صالحه لجميع الزراعات. شفت انا لقاء الواحد على قناه النجد، برنامج اسمه جنان، اتوقع والله انه هو مدري راح فيفا مدري جيزان، لكن مصور يا ولد، مصور مناظر لا اله الا الله. لا تعرف برنامج كان في قناه السعوديه زمان، برنامج المسابقات، كان في عيش سحاري او حاجه زي كذا، مدري الاسم قد مر علي بس ما مو عيش سفاري حق الصغار هذه، عيش سحاري مدري. يعني تخيل الحلقات كلها صورها في منطقة جازان في فرسان. يا الله. وعرض على قناة قوية، كان برنامج مرة بطل. ما فيه رطوبة العاد. يا أخوي الحين ما أبغى الساعة 5 الفجر. إيش فيك يا أبو زار؟ يا أخي في فاكهة صورها في البرنامج ذا، فاكهة كبيرة يا أخي، يقولون إنها يعني ما تقول ما تزرع إلا في الأماكن زي إندونيسيا وزي ماليزيا. اتوقع انهم استوردوها وانهم تصدق انا هناك ببذور وطلعت عندهم، يقول ما تطلع الا في المناطق هذه. انا رحت اندونيسيا شفت عندهم فواكه لدرجه قلت انا مروح باخذ لي كرتون بشحنه معي. بس ما داهمني الوقت عشان المنطقه اللي فيها هذه الفاكهه محظوره. اها عارف عشان ايه؟ الا والله العظيم عندهم فاكهه سبحان الله، تعرف اللون البنفسجي على اصوله، فاكهه لونها بنفسجي من داخل، ولما تقيش طعمها كيف اقول لك، زي حاليه مره حلوه، حلوه حاليه مره مثلا حلوه فيه اللي يعني يقول لك هذيك سبحان الله، يعني تعطيك دم وتعطيك مدري ايش، تعطيك امور كثير. لكن عندهم فواكه متنوعه، انا هذيك الفاكهه اللي يعطوني صحن كامل كذا الحالي اكلته كامل. اي والله لذيذه مره لذيذه. انا حقيقه انا اول ما رحت، اول ما رحت كنت من التكات اتمنى اسمعها من ايام كلبه. تعال الله يحييك، يشرفنا ذلك يا وليد. فيها على الفواكه في اندونيسيا، تعال هنا لو سمحت ممكن. عندهم ايوه عندهم البابايا درجه اولى، البابايا ايوه عند البابايا والفاكهه دي اللي قلت لك بها، وعندهم في كل تمشي كل في المحافظات ما شاء الله، كل خطوه مزارع فراوله، مزارع فراوله ما شاء الله على مد نظرك، مزارع الارز والشاي على مد نظرك. تخيل انت ترى كذا مسطحات يمين يسار فوق كلها خضراء، مزارع شيب.
بدون ما بدون بدون يا اخي فيها الفاكهه هذيك الفاكهه اللي احيانا تلقاها في السعوديه عندنا هنا شو اسمها سوشيا ما سوشيا عرفتها احيانا يجي منها عصير تجي تتقشر كذا يجي عليها زي الشوك قشره زي الشوك تقشره وتاكلها لونها لا تقول لي برشوم لا يا ابن احمد برشوم لا لا اندروسيه فاكهه اندروسيه وش وشي اللي لها شوك ايوه ما ادري شو اسمها سوشيا ما ادري فوش سوشيا يصرف لك اسامي والله زي كذا قريب منها والله لا لا تعرف تعرف الشفلح الشفلح الاسفرجل الحين نسميه اسفرجل اسفرجل معروف 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 تخيل نفس السفرجل انا